يلعب دولي منذ 2001، عنده 107 مباراة بمباراة اليوم. شوف داخل بقوة الحقيقة، داخل بقوة ماتشيرانو. انذار من حكم اللقاء جوال إيجويلار، حكم اللقاء من السلفادور، حكم نهائي الكأس الذهبية 2015 و 2011 وجول جول 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 أول أوتوماندي. شوف الكرة ملعوبة إيه، أدخل دي ماريا وأوتوماندي، وضربة رأسية ممتازة. نجم مانشستر سيتي اللي سجل في مرمى فنزويلا النهاردة بيسجل هدفه الدولي التاني، واحد لا شيء. أوتوماندي فين الرقابة؟ مين اللي بيقابل؟ والراجل لوحده على طول يضعها في مرمى الحارس في نيده عشان تبقى النتيجة كما نتابع. النتيجة بقت إيه؟ بقت واحد لا شيء لمنتخب الأرجنتين. أرجنتين تلعب بجدية، بروح، رغبة في إحراز لقب، في إحراز بطولة. آخر بطولاتهم في كوبا أمريكا كان عام 93، 14 لقب